اهلا اهلا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد الفيديو هذا يلقاكم على خير وبخير. توحشتكم نتوما، اكيد توحشتوني، غبرت عليكم. راكم عارفين الصيف خصني تما نخرج الوليدات، نمشيو للبحر، كنديهم شي بلايص تما كندوز معاهم كونجي، وهذا هو هذا الشيء هذا علاش غبرت صراحه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا كما قلت لكم، هذا شهر قلت لكم راه سينيالاني وقلت لكم راه قناتي موقفه، ولكن حتى واحد ما داها فيها، حتى واحد ما تسوق، حتى ولات دابا واحد الضجه ديال قنوات كبارين وكثارين، كلشي دابا ولات كضرب ليه القناه، وراكم شفتوا دابا وصلت انه ضرب القناه ديال مرتو. شنو نقول ليه؟ هذه من شي الضعفاء، انت ضعيف وانت فاشل، لان اللي كيحارب كما قالت لك الزوجه ديالك، اللي كيحارب راه كيحارب هكا نيشان، كيخرج عندك وكيحاربك. اما اللي كيحاربك في الخفاء فهذا كيكون اغبى انسان. يعني كاينين بزاف ديال الطرق باش كيحاربونا ناس في الخفاء، هذوك كنعتبرهم انا اغبياء وضعفاء، لان اللي باغي يحارب يخرج لك نيشان ويقول لك ما كنحملكش وغنسينياليك وما غنحملكش وما عنديش معاك. اما دوك المنافقين بحالك نتايا ديال ها انت جالس ودير راسك ظريف وطيب وانت كضرب الناس من تحت، هذيك من شيم الضعفاء والسفهاء والخبيثين والحقيرين، وزيد لا ليست طويله 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 ديال داكشي اللي خايب. دونك غادي نهضروا قبيله كيطيب لنا في الدجاجه بحال شي مريوه، هاد اللباس غالع عكر وجلسي نتينا كيقول لها، وانت براسك معكر فمك، لا حول ولا قوه الا بالله. وشفت في الحقاره وفي الشهاته، شفت بحالكم انتم ما كاينش، وللاسف عندكم الزهر، عندكم الزهر والله العظيم. انا 20000 مازال ما كملتها، شوفوا شحال وانا كنتقاتل، و20000 والله مازال ما كملت. علاش؟ كاينين اسباب اخرى عاوتاني على هاد 20000 اللي ما هذا، واخا راه كاين العين حق، كاينه في القران، وكاينين بزاف الناس دايرين عليا ها، وانا راه قناتي غير صغيره ولكن دايرين عليك ها. غنقول لهم كملوا، انا 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 مادام ما كنأذي حتى شي واحد، انا كنحس براسي قويه وغنكمل، ودقه دقه ودرجه درجه غادي نوصل ان شاء الله، وغيوصل صوتي وغادي نكمل في قناتي. قناتي اللي انا درتها وبديت بها، بديت بكم ب 20 30 ب 40 ب 50 ب 100، كل مره كيحبني واحد العدد وكيدخل عندي الله يكبر بكم، وكنموت عليكم وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. سريع على خرجت واحد الفيديو من انا غبرت على اليوتيوب، غنهضر شويه 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 حتى الفيديو جا ان شاء الله، وعاد نقدر نولي نهضر عادي. دابا بقى ما صورتش غير 3 ايام، كنحس براسي بحال ما عرفتش. المهم سريع على خرجت واحد الفيديو كتبكي ودارت براسها انها اليوم وكتبكي، ولا غد اللي خرجت كتلون عليكم. داك البكاء اللي كان بكاء لان شافت الوليدات غاديين عند امهم، شافت البنيتات، وحتى هو بين لها انه غادي، صافي حست براسها ان ديك ماشي بلاصتها. حتى هي الا جينا نشوفو، حتى هي ظلمت نفسها ومظلومه، ظلمت نفسها ومظلومه، مظلومه فشي حوايج من طرف الزوج ديالها، وظلمت نفسها لان دخلت على وحده عندها 4 الاولاد. يعني عادي غادي تلقى داك الصداع، وضروري ضروري ما غتلقاي القضيه مرونه. ماشي بحال ملي كتزوجي بواحد ديال راسو، ديك الساعات كانوا مشاكل ولا ما كانوش مشاكل كتبقاي انت وياه بينك وبينه. اما ملي كيكون واحد اخر زايد، اختي غاهربي، ما عندك ما ديري بهذا الزواج اللي غادي يكون فيه واحد مزوج وحده اخرى، غير بسلامه، غير شكرا، غير الله يعمر. وزيدوا الزواج كما كنقول لكم دائما راه غير اختياري ماشي ضروري. اي نعم الزواج سنه الحياه والوليدات ضروريين وكل شيء، ولكن الا كان ما غيكونش فيه الخير غير بلاش منه. يعني الا كان غادي تحسي براسك دائما ستريسي ودائما مضغوط عليك ودائما كتعطيو ما كتاخدي والو، صافي الا جاب ربي السبب بسلامه، ما جابش ربي السبب ديري انت السبب وتوكلي على الله وبدا حياتك جديده، وان شاء الله ربي يسهل عليك. بالنسبه للبنات غادي يكون واحد الفيديو ان شاء الله قريبا، على فيديو شخصي، غادي نبدا ندير لكم محتوى ديالي انا، نهضر على راسي انا، نهضر على حياتي الشخصيه انا، باش ان شاء الله تعرفوا عليا اكثر ونبداو نهضروا في المواضيع ديالي انا. المحتوى غادي نبدلو لانني هضرت تسخفت على هاد السيد هذا، باش على وعسى يحشم، كيسحب لي غير يحشم، كيسحب لي غير على الشيطان، كيسحب لي غادي يرجع لعقلو، ولكن هو لا، هو كيدير هادشي كله من اجل الارباح. وكيف ما قلت لكم دائما ما كنكذبش عليكم، كنقول لكم الحقيقه تعقلونها. قلت لكم البنت غيدير لها قناه وغترجع لعندو، فعلا دار لها قناه، وقلت لكم في الفيديو اللي في الاخر قلت لكم راه دار للدريه الصغيره القناه، لان البنت الكبيره غادي تاخذ الادسنس ديالها، وغادي حيت قريبا دير 18 عام غادي تولي تاخذ فلوسها. البارح البنت الكبيره خرجت فيديو وقالت لكم اودي انا عطيت بابا هاد السنين، ودابا جا الوقت اللي غادي نولي ندخل الارباح ديالي لراسي باش ان شاء الله دير مشروعي. يعني هاد الهضره اللي قلت لكم راه هي اللي كاينه دابا، دار البنت القناه الصغيره باش تعوضوا البنت الكبيره، ودائما هو يبقى يستغل في دراري صغار. ولكن شنو نقول لك، انت انسان اناني لانك كتستغلهم، غتقول لي يا ولادي
ولادك، ولكن ماشي تستغلهم باش توكل مرتك وتكسي مرتك وتلبس مرتك وتسافر مرتك. لا، الا كانوا ولادك فعلا هذوك الفلوس ودخلوا، كتب الله انك درتي قناه ودرتيهم، دير لهم كونط بونكير وحط لهم الفلوس وان شاء الله يقراو بهم يسافروا بهم، يقراو بهم من بعد الباك، عطى الله ما يديروا بهم. ماشي انت كتزيدهم هما يكلاشوهم ويديروا لنا الشوهه في 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 اليوتيوب المغربي للاسف، ولا في الحضيض. يعني بزاف ديال الناس ولات القضيه ديال هاد العائله هذه المشوهه، ولاو كلشي كيهضر عليها، ولاو الناس الجزائريين تحيه لكم من هنايا، التونسيين كيقول لك هادشي حشومه، حنا حرقنا قلبنا، حنا ماشي مغاربه وحرقنا قلبنا، نقول لهم حالنا بحالكم، حنا كلنا عرب الحمد لله، كنا مسلمين وكنا كنجمعوا على حاجه واحده. يعني انت درتي الشوهه قبيله خارج مع كرف مول مع الدار السواك وكيصوف الدجاج، داكشي ديال العيالات بيتوتي، عوض ما يمشي يجلس مع راسو يعالج اخطائه، ولا هو دائما الاخطاء هو الناس. ديك المره صحاباتها عائلتها صحاباتها هما عطاوها الثقه بعدو منها، دابا عاوتاني ولا شكون اخر، ولا داك السيد اللي نصب عليه وحقا السيد اللي نصب عليه ودا ليه 2000 درهم. قلتها ليه انا في واحد الفيديو وقلت ليه خرج وقول اسم اسماء القنوات اللي ضربتي، لان اول وحده ضربها هي انا الناس دابا ولاو كيتشكاو هاد السمانه. انا راه شهر هذا وانا كنقول لكم راه اليوتيوب عندي موقف، قلتها لكم شحال من شهر، هذا شهر 7 كله كانت عندي القضيه موقفه، ولكن كنت كنسجل جوج الفيديوهات حتى ثلاثه في النهار. علاش؟ لانني كنت كنبغي نوصل صوتي، وانا ما كتهمنيش الماده، كيهمني انني نتواصل مع هاد الحباب هادو اللي ولفتهم وكنحمق عليهم وكنبغيهم، وكيهمني ان صوتي يوصل، وكيهمني انني واحد النهار قناتي ان شاء الله تانا تكبر ونحقق جميع الامنيات ديالي. علاش لا؟ يعني نوليت انا ملي نحل الكاميرا نهضر مع واحد العدد كبير ديال الناس، ونحس براسي انني الناس كيتفاعلوا معايا كيبغيوني كنبغيهم كيعطوني افكار كنعطيهم افكار. علاش لا؟ هادشي هذا كنتمناه مادام درت قناه، هذا هو الهدف منها. صافي احبابي غنقول لكم دابا وصلت به الحقاره انه كيادي موت ولادو، موت ولادو. يعني انت ما كتصرفش على ولادك، شفناك دزيتي كيلو ديال العنب وبالطيخه ولا بالطيخه ولاش كيقولوا ليها، هزيتيهم ومشيتي لعندهم من بعد 3 شهور غادي ليهم بالعنب، غادي ليهم بشويه العنب وبالطيخه. يعني ما فين هي المسؤوليه؟ فين هو الضمير؟ فين هو واش كلاو واش خرجوا واش سافروا واش لبسوا؟ فين هو الضمير؟ الا مات لك الضمير غير سرقت لراسك. ومكملها غادي مصور فيديو على الدراري بكيلو ديال العنب، ودابا امهم بغات غتخدم عليهم وتصرف تصرف عليهم ما تضربتي لها القناه. يعني مات لك الضمير، الضمير ديالك مات، واليوم مخارج معكر لينا. اش ديك الشوهه وتقول لي السواك؟ لا، اش ديك الشوهه كيصيد في الدجاجه وجالس مراوي؟ او الراجل اللي كان مراوي، اش نقول لكم؟ انا ما كنحملش الرجال المراويين. اختي كيعجبني الراجل اللي بقى في بلاصتو، انا والله كيعجبني الراجل اللي بقى في بلاصتو، اما الراجل المراوي اللي يدخل معاك في لي ديطاي هذاك صافي غير غسل يدك ورجليك عليه. ايوا اش نقول لكم؟ هذا هو علاش غبرت، غبرت قلت لكم رانيا كنستمتع حتى انا بالوقت ديالي مع وليداتي، قربوا يدخلوا للمدرسه وتا انا نبغي نخرج معاهم نجلس معاهم. صافي هذا هو، ما كاين لا صفر هاد الساعه لا والو، ماشي مشكل. هاد العام الدنيا عامره 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 عامره، ملي كنخرج البحر عاتي راه الدنيا عامره ولي زوطه اللي عامرين وكلشي عامر. ان شاء الله نسافر بوليداتي ان شاء الله باذن الله، نشوف شهر 10 كتكون عندهم واحد العطله ونديهم شي بلاصه ان شاء الله تكون الدنيا مخفه. اما دابا الدنيا عامره 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 عامره، ما نعاودش لكم والله العظيم، كنبغي نخرج غير الكارفو حدايا غير جوج خطوات، عرفتي راه كندير الطوموبيل 4 ساعه، هي نمشي ابي احسن ليا، ولكن المهم الدنيا عامره. جاو الناس ديال الخارج مرحبا بهم في بلادهم، تا هما مساكن راه من قبل كورونا وهما محرومين، من حقهم يجيو تا هما لبلادهم ويشوفوها ويصلوا الرحم على العائله ديالهم ويشموا ريحه بلادهم. و تا هما صراحه كيديروا الاجواء صراحه، كتكون كيكون الجو زوين معاهم. ايوا خوتي غنقول لكم الفيديو ديالي بركه عليكم حتى لهنايا، رجعت لكم بهذا الفيديو الخفيف حتى غدا ان شاء الله نحط لكم فيديوهات جداد. كنشكركم وكنحبكم، ما تنسونيش من التعاليق والتشجيعات ديالكم كتهمني، راحنا وصلنا ل 19800، بقات لنا شي 200 تقريبا ونكملوا 20000. حاولوا تبارطاجيو القناه باش توصل الناس جداد وينضموا للقناه ديالنا، والناس القدام مرحبا بكم دار داركم كنحمق عليكم. الناس الجداد اللي غادي يجيو مرحبا بهم، كما شفتوا قناتي التفاعل ديالها هبط بزاف، حسبي الله ونعم الوكيل. غادي نقول داك السيد الله يخلصك على قد نيتك، وحنا معاك كي بغيتينا نبقاو كيما بغيتينا نبقاو، حنا معاك. اليوتيوب ماشي ديال باك، ما ديال با انا،
غنبقى معاك ان شاء الله، لان كاين ماشي غير انت اللي ما عندكش، انت ما بغيتينيش نكون في اليوتيوب، كاين واحد العدد كبير اللي ما باغينيش نكون، ولكن انا هنا وغنبقى ان شاء الله لا طول ربي العمر. نقول لكم كنحبكم، والفيديو الجاي ان شاء الله ما تنسونيش من التعاليق ديالكم كتهمني، ولي لايك واتري بيانتو.